يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، ويتمتع بموقع مهم في النقل العالمي، حيث يقع عند أقصر معبر بري بين سواحل البحر المتوسط والخليج العربي. تبلغ مساحته قرابة 435 ألف كيلومتر مربع، وقد لعب العراق رغم صغر مساحته دوراً مهماً في تاريخ الوطن العربي خلال مختلف العصور. ففي الماضي البعيد كان أحد المواطن المهمة للحضارة والثقافة البابلية والآشورية، وكانت بغداد في عصر الخلافة العباسية عاصمة دولته الموحدة، وكان يطلق على عصرها بالعصر الذهبي لازدهار العلوم الطبيعية والطب والهندسة والرياضيات فيها آنذاك. الطبيعة الجغرافية لأرض العراق هي عبارة عن واد واسع تحيط به المرتفعات من أكثر جهاته، يجري فيها نهرا دجلة والفرات، لذا يطلق على العراق بلاد ما بين النهرين أو واد الرافدين نسبة إليهما. يصل عدد سكان العراق الآن بحدود 36 مليون نسمة وفق تقديرات العام 2014، تتصدر العاصمة بغداد الواقعة وسط العراق عدد سكانه بما يزيد عن 7 مليون نسمة، فيما تأتي محافظة نينوى الواقعة شمال العراق بالمرتبة الثانية بعدد السكان التي تصل إلى 3.5 مليون من السكان، وتشغل محافظة البصرة الواقعة في الجنوب العراقي الموقع الثالث بعدد السكان في العراق، إذ يصل إلى 2.5 مليون نسمة. الأستاذ المساعد الدكتورة سحر خليفة سالم، الجامعة العراقية، كلية الإعلام، قسم الصحافة. كيف تأثرت وسائل الإعلام الحالية بواقع العراق الجغرافي والديني والعرقي؟ وكيف تغير مضمون هذه الوسائل بعد الصراعات والأزمات الطائفية والعرقية التي جرت وتجري في العراق؟ في السابق كانت وسائل الإعلام عبارة عن عدة صحف وقناتين أرضية وواحدة فضائية، والآن هناك العشرات من هذه الوسائل. كيف تعمل وسائل الإعلام في ظل الحريات المتاحة لها في العراق؟ ومن أين تحصل وسائل الإعلام العراقية على مواردها المالية؟ حجم استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة وتأثيرها في خلق جيل جديد يتقن استخدام هذه التقنية. مر الإعلام العراقي منذ نشأته بكثير من المحطات التي غيرت من مفاهيم الحداثة والتطور ونقل الأحداث لما يجري في الواقع العراقي. يمكن عد 15 من شهر حزيران عام 1869 يوم ولادة الصحافة العراقية بمعناها الصحيح خلال مرحلة حكم الدولة العثمانية للعراق، وتوج بصدور العدد الأول من جريدة الزوراء كأول صحيفة عراقية تصدر باللغتين العربية والتركية وبثمان صفحات. صدرت بعد الزوراء جريدة أخرى هي جريدة الموصل عام 1885، وبعد مرور قرابة 10 سنوات على صدور جريدة الموصل لحقتها جريدة أخرى في البصرة سميت جريدة البصرة، وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية واستمرت حتى الاحتلال البريطاني. هذه الصحف الثلاث الزوراء، الموصل، البصرة كانت تصدر أسبوعيا، أما أول صحيفة سياسية صدرت في بغداد فهي جريدة بغداد التي أسسها مراد سليمان عام 1908، وكانت تصدر 3 مرات في الأسبوع وباللغتين العربية والتركية، وهي من أقوى الصحف العراقية في ذلك الزمن
وأكثرها تأييداً للقضايا العربية. أما الإذاعة العراقية فقد بثت أول برامجها عام 1936 للميلاد، وأما التلفزيون فبث أول برامجه عام 1956 للميلاد، ووكالة الأنباء العراقية كانت بدايتها عام 1959 للميلاد، ودخل التلفزيون الملون إلى العراق في العام 1976 للميلاد. ويبدو أن وسائل الإعلام انحصر تأثيرها وانتشارها في المدن دون الأرياف في البدايات الأولى لنشأة الإعلام العراقي، نظراً لمحدودية تغطية البث واهتمام سكان المدن بوسائل الإعلام أكثر من أبناء القرى والأرياف بسبب طبيعة العادات والتقاليد فيها وصعوبة وصول الصحف والبث الإذاعي والتلفزيوني. وبذلك استكمل العراق في نهايات العقد الخامس من القرن الماضي مقومات ما يعرف اليوم في الإعلام بوسائله الثلاث الرئيسة المقروءة والمسموعة والمرئية. أما بعد التاسع من نيسان عام 2003، بعد ما يقرب من أسبوعين من احتلال الجيش الأمريكي والقوات المتحالفة معه لبغداد، وفي الشهر الرابع تحديداً أقدم الحاكم الأمريكي المدني لسلطة الائتلاف بول بريمر على حل وزارة الإعلام العراقية التي كانت جزءاً من المشهد السياسي العراقي لفترة ما قبل الحرب. فانتقلت الفعالية الإعلامية من مرحلة الإعلام المحتكر من قبل سلطة الحاكم والموجه باتجاه واحد متمثلاً بصحف عديدة وثلاث قنوات محلية وفضائية واحدة إلى إعلام متحرر من كل القيود وغير منضبط على مستويات الكم والنوع. فوجدت وسائل الإعلام العراقية نفسها فجأة في مواجهة وضع جديد لم يعيشه العراق طيلة العقود الماضية، كما لا توجد تجربة مشابهة له من قبل في الشرق الأوسط أو في العالم العربي. وشهدت هذه المرحلة عددا هائلا من الصحف والمنشورات أول الأمر كأحدى معالم المشهد الإعلامي العراقي الجديد لسهولة إنتاجها وتوزيعها، حتى تراوح ما يصدر من صحف في العراق ما بين 180 إلى 200 صحيفة يومية وأسبوعية متباينة في التوجهات السياسية والأيديولوجية والمذهبية والقومية، كل منها كانت تتبع الجهة الصادر عنها، لتتوسع الأمور فيما بعد إلى عدد من الإذاعات والقنوات التلفزيونية المحلية العاملة على نطاق البلد أو على نطاق كل محافظة من محافظات البلاد. يتشكل المجتمع العراقي من مكونات مختلفة دينية وعرقية واجتماعية في نسيج كبير يجمع بينهم الوطن الواحد، فالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو حتى المعتقد. ويعد الدين الإسلامي وهو الدين الرسمي للدولة أكبر ديانة في العراق من حيث عدد معتنقيه، حيث يعتنقه حوالي 97% من السكان. ويشكل المذهبان السني والشيعي ركناً أساسياً في هذا الدين وفي المجتمع العراقي، ويتواجد هذا الدين في محافظات العراق كافة، وتأتي بعده المسيحية ثم الصابئية المندائية واليزيدية، وتعد المسيحية ثاني ديانة من حيث الاتباع بعد الإسلام، وهي ديانة معترف بها حسب الدستور العراقي الذي أقر 14 طائفة مسيحية في العراق مسموح التعبير بها، ويتحدث غالبيتهم اللغة العربية كلغة أم، في حين أن نسبة منهم يتحدثون اللغة السريانية بلهجاتها العديدة واللغة الأرمينية. ويتواجد المسيحيون في محافظات العراق كافة بنسب متفاوتة، ولكن وجودهم يتركز في بغداد وفي شمال العراق في منطقة سهل نينوى قرب الموصل، لكن القومية العربية تقريبا تشكل غالبية السكان بنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80% من السكان. أما الأكراد فنسبتهم حوالي 12 إلى 18% من نسبة السكان والقوميات الأخرى. أدى هذا التجاور والاختلاط إلى نشوء فرق ومذاهب تمتزج فيها كل المؤثرات الدينية والعرقية، فهناك جماعة تضم في صفوفها خليط من عدة قوميات عربية وكردية وتركمانية تقطن في الجانب الشرقي من الموصل تسمى الشبك. أما على صعيد القوميات الرئيسية في العراق فهي العربية ثم الكردية ثم التركمانية. في العراق وفي آخر إحصائية لوزارة التخطيط في عام 2014 كشفت أن عدد الذكور تزيد بنسبة بسيطة عن الإناث،
إذ يبلغ عدد الذكور 18 مليون وربع المليون، وهو أعلى من عدد الإناث الذي يبلغ 17 مليون ونصف المليون. المتابع للمشهد العراقي يقسم المشهد العراقي إلى جزئين أو قسمين، القسم الأول ما قبل عام 2003 والقسم الثاني ما بعد عام 2003. فمناطق النزاع ومناطق النفوذ اختلفت ما بين المشهدين وما بين الجزئين، وهذا الاختلاف بسبب التغيير السياسي والتغيير الديموغرافي والتغيير الجيوسياسي الذي طرأ على الساحة العراقية. هذا التغيير ألقى بظلاله على وسائل الإعلام، فأصبح الإعلام إعلام منفتح أكثر، إعلام حر أكثر، بتعدد وسائل الإعلام، بتعدد الأقنية الفضائية، برز هذا التعدد وهذا التغيير بصورة أوسع وبصورة أكبر. فلذلك نرى بأن التغطية الإعلامية لمناطق النزاع والمناطق المتنازع عليها تختلف ما بين وسيلة إعلامية ووسيلة أخرى، ما بين قناة وقناة أخرى، وهذا الاختلاف يعزى إلى تمويل القناة، التوجه السياسي للقناة، سياسة القناة، الاستراتيجية التي تدار بها هذه القناة. فعلى سبيل الافتراض لو شاهدنا المشهد الإعلامي اليوم وما هي القضايا التي تطفو على السطح وتلقي بنفسها بشدة، فقضية الإرهاب اليوم من أكثر القضايا التي تتناولها الأقنية الفضائية ووسائل الإعلام بكافة تفصيلاتها. الساحة العراقية اليوم أحد الساحات التي يمارس بها الإرهاب بشدة وبقوة. مناطق النزاع والمناطق الساخنة بدأت تكبر على الساحة العراقية. بدأت تتناول هذه القنوات قضية الإرهاب أيضا بجزئين، فلا نكاد نرى قناة تتناول هذه المسألة بحيادية أو حتى بموضوعية. فانقسمت هنا وسائل الإعلام والقنوات أيضا إلى قسمين، قسم لا يعطي الأهمية الكبرى والحقيقية لمسألة الإرهاب ومسألة خطر داعش ومسألة الإرهاب الذي بدأ يعصف بالبلاد، وطبعا تعزى هذه الأسباب أيضا للسياسة والنهج الذي تنتهجه القناة ووسائل إعلامية أخرى تضخم المسألة أكبر مما هي عليه، تكاد تكون لأسباب سياسية أو أسباب أخلاقية حتى، كأخلاقيات مهنة وكأخلاقيات عمل إعلامي. نحن نبحث اليوم عن قنوات تتناول هذا الموضوع بحيادية، بموضوعية، بدقة، تبرز الأخطار التي يسببها هذا التنظيم، التي يسببها هذا الفكر. فنحن اليوم أمام غزو فكري، ليس فقط غزوا عقائديا بل غزوا فكريا يكاد يعصف بأفكار البلاد والأمة على حد سواء. أخذ الإعلام العراقي منحا جديدا بعد عام 2003، وبالذات الصحف بعد الانتشار الواسع وحرية إصدارها في ظل غياب أي قوانين وأنظمة ضابطة، وبعد إيقاف العمل بقوانين الطبع والنشر التي كانت سائدة في العراق في عهد نظام صدام، وبقرار الحاكم المدني بريمر بإلغاء وزارة الإعلام التي كانت معنية بشكل أساسي بمتابعة سير أنظمة النشر والطبع في العراق، تم تشكيل شبكة الإعلام العراقي، وهي مؤسسة شبه رسمية تبنت إصدار جريدة يومية سميت بجريدة الصباح، وعدة قنوات وإذاعة ومجموعة من المطبوعات. يتم تعيين من يرأس هذه الشبكة من قبل رئيس الوزراء العراقي، وهي تخضع لسلطة الحكومة بشكل غير مباشر. بالنسبة لأهم الصحف في العراق تترأسها جريدة الصباح، وهي الجريدة الأولى في البلد من حيث الإمكانيات المادية التي تتمتع بها، فهي تتلقى تمويل ودعم حكومي واسع،
وهي معروفة في الشارع على أنها الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحكومة. تحقق هذه الصحيفة أرباحاً هائلة بفضل احتكارها للإعلانات التي تعود لمؤسسات الدولة. تأسست هذه الجريدة في 19/5/2003، وكان أول رئيس تحرير لهذه الجريدة هو إسماعيل زاير، وما زالت متواصلة في الصدور. الجريدة الثانية هي جريدة الزمان، وهي جريدة عراقية دولية تصدر عن مؤسسة الزمان للصحافة والنشر. مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها سعد البزاز. صدر العدد التجريبي الأول في 1/4/1998 في لندن، فيما صدر العدد الأول منها في العراق بعد الاحتلال الأمريكي في 9/4/2003 في محافظة البصرة، ويحمل في ترويستها عبارة طبعة البصرة، حيث كانت تطبع في دولة البحرين وتوزع في البصرة. يشغل رئاسة تحرير هذه الصحيفة هو الدكتور أحمد عبد المجيد. بعدها تأتي جريدة المدى، وهي جريدة أهلية ذات اتجاه مستقل تصدر عن مؤسسة المدى للثقافة والفنون. صاحبها هو فخري كريم. صدر العدد الأول منها في 5/8/2003، وكانت في بادئ الأمر تصدر بشكل أسبوعي، ثم مرتين في الأسبوع، ثم بعد ذلك أصبحت يومية. تصدر عنها مطبعة خاصة ودار توزيع، وأسست شركة للإعلانات. البدايات الأولى للمدى كانت بشكل مجلة عربية تضم في أسرة تحريرها أبرز مثقفي العالم العربي. هناك صحيفة أخرى وهي جريدة الاتحاد الكردستاني، وهي صحيفة يومية سياسية، وهي الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، وأول صحيفة كردية ناطقة باللغة العربية، تصدر في منطقة كردستان العراق. صدر العدد الأول منها في 24/10/1992 في محافظة أربيل. كان من ضمن أهداف هذه الجريدة هو الدفاع عن حقوق الأكراد في العراق، لكن بعد احتلال العراق عام 2003 كانت جريدة الاتحاد هي من أوائل الصحف العراقية اللي صدرت في بغداد. صدر العدد 539 منها في 22/4/2003. هذا فيما يخص الصحف. أما الإذاعات، فيعد راديو دجلة الإذاعة التجارية الأولى في العراق التي اعتمدت أسلوب الحوارات الهاتفية مع المستمعين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والحزبية والدينية والعرقية. أسس الإعلامي أحمد الركابي عام 2004 راديو المؤتمر. تأسس في 2005 بتوجيه مباشر وتمويل من السياسي أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني والذي يشرف عليها، وهي إذاعة ألمانية تروج للديمقراطية وسياسة مالكها. مديرها التنفيذي هو انتفاض قنبر، وتبث من بغداد. أما ما يخص القنوات الفضائية، فقناة العراقية هي القناة الشبه الرسمية للدولة العراقية، تابعة لشبكة الإعلام العراقي، حيث تتنوع في برامجها بين المنوعة والرياضة والثقافية والدينية والتنموية والسياسية. كما تم استحداث دائرة تعني بالإنتاج الدرامي، أنجزت العديد من الأعمال الدرامية التي تبث على شاشة العراقية. قناة الشرقية، وهي قناة فضائية عراقية منوعة، بدأت البث في 4/5/2004، تبث من دبي بالإضافة إلى أربيل ولندن وعمان، وتبث على أقمار عربسات ونايلسات وهوتبيرد. الشرقية هي أول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص، وتملك عدد من المراسلين في العديد من مدن العالم، حيث تعتبر القناة الأولى عراقيا وعربيا من حيث الإمكانيات البشرية والمادية، وتعتمد في تمويلها على الإعلانات التجارية. يملك القناة الإعلامي العراقي البارز سعد البزاز. قناة البغدادية، فضائية عراقية مقرها في القاهرة، بدأت بثها يوم 12/9/2005. مالكها ومؤسسها هو المهندس عون حسين الخشلوك. قتل عدد من مراسليها البارزين أثناء أعمال العنف في العراق، ولها مكاتب في عمان ودمشق وتفويض في بيروت والسويد والنرويج وهولندا واستراليا. قناة آفاق، قناة فضائية عراقية تابعة لحزب الدعوة الإسلامي برئاسة نوري المالكي. قناة الفرات، وهي قناة فضائية عراقية تابعة إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة السيد عمار الحكيم.
كان العراق قبل 2003 مقتصر على خدمات البريد الإلكتروني وخدمات الإنترنت البسيطة، إضافة إلى بعض المقاهي المنتشرة هنا وهناك تابعة لوزارة الاتصالات الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية. بعد 2003 حصل تطور سريع وانفتاح كبير في انتشار الإنترنت في العراق، وكانت الخدمة تقريبا تغطي عموم العراق باستخدام تقنيات الكيبل الضوئي، الثريجي، الوايرلس، اللاسلكي الثابت. كانت الشركات توزع للمشتركين لكن عبر وزارة الاتصالات العراقية التي تملك الامتدادات الخاصة بالكيبل الضوئي داخل البلد، وهي المسؤولة عن تحديد الانترنت في هذا الكيبل. أيضا البنى التحتية تقع ضمن عمل وزارة الاتصالات، وهي التي تمتلكه حصرا وهي المسؤولة عن إدارته. عدد المشتركين بالنسبة لشركات الهواتف في النقالة المرخصة يبلغ تقريبا 4.25 ملايين مشترك، أما مستخدمي الإنترنت لشركات اللاسلكي الثابت يقدر بحوالي 250,000 مشترك، أما مشتركي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية 186,000 مشترك. أما بالنسبة للحوكمة الإلكترونية فقد تم تبنيه من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات بالأمر الوزاري أو الأمر من مجلس الوزراء بالرقم 46 بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات أن يكون هناك حوكمة إلكترونية لكل الدوائر والوزارات والمؤسسات، لكن كان تلكؤ حيث كان هذا من 5 سنوات مضت. لكن هناك تطبيق بسيط بالوزارات قامت بإطلاق خدمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وكذلك قامت الأمانة العامة بإطلاق خدمة شكاوى المواطنين عبر برنامج حوكمة المواطن الإلكترونية. هذا البرنامج يعرض الشكاوى على الجهات المعنية عبر المواقع ca.iq و eqs.iq، هذا لشكاوي بسيطة للمواطنين. أما بخصوص شركات الهواتف النقالة فكانت هناك شركة عراقنا أول شركة أطلقت لمشتركيها الخدمة، بعدها كانت هناك شركة أثير، دمجت هذه الشركتين وأصبحت شركة زين العراق. يبلغ عدد مشتركي الهواتف النقالة لهذه الشركة ما يقدر ب 12.5 مليون. بعدها تأتي شركة آسيسيل التي يقدر مشتركيها ب 11 مليون مشترك، أما شركة كورك فتصل إلى تقريبا 10 مليون مشترك في العراق. هذا بالنسبة لشركات الهواتف النقالة. المواقع الاجتماعية اللي استخدمها هواية الانستغرام. الناس كلها تستخدم الفيس، ما فيس، أنا أشوف الفيس يعني طائفية زين، قالوا قي المشاكل عركات، الانستغرام أشوف موقع أحسن ومرتب ومو ياهل يجي يستعمله. تويتر، لأن التويتر بشخصيات حقيقية ما بشخصيات مزيفة. ثانيا يجوز لك أنه حساب واحد ما يجوز حسابين، إذا صير حساب مزيف بسرعة ينكشف. فيسبوك، شو أقدر أطلع على شغلات بالعالم أكثر يعني هواية، وأقدر أتواصل ويا أصدقائي، رسائل خاص بي. فيسبوك، والله المضار تقريبا يعني أغلى أكثر من يعني المضار مالته أكثر من إيجابيات مالته، أسباب طائفية وشتم وتعدى على الناس و شغلات بي هواي مو حلوة. أكيد الانستغرام، لأن أصدقائي بي وأعرف هواي ناس بالانستغرام، يعني أغلب أصدقائي بالانستغرام. فيسبوك أحس بيها تواصل أكثر، يعني الناس موجودة بيها، حسب يعني التوقيت يختلف من بلد لبلد فتواصل بيها أكثر. يعني الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب، أنا عندي بيها أصدقاء. يعني أنا أكثر شيء طبعا الفيسبوك أستخدمه، لكن بي مشاكل هواية في نفس الوقت المشاكل، وأكو بي أمور يعني جيدة، يعني خصوصا بالثورة الإصلاحية اللي حصلت من خلال تحشيد الشارع، تحشيد الرأي العام، كذلك قضية بها مضار كثيرة مثل تويتر. اليوم أكثر الشباب يعني أصبحوا عرضة للملاحقة القانونية من قبل يعني سياسيين أو من قبل يعني أشخاص بسبب التشهير، بسبب يعني قضية القذف.
أصبحوا اليوم مطاردين وهناك شكاوي في المحاكم. هاي بالنسبة للسلبيات، يعني كثير من الشباب تعرضوا إلى، أو حتى من قسمهم يعني قسم آخر، إلى ملاحقات عشائرية، ومنهم من قتل بسبب هذه المشاكل. يعني حتى لا تقدر تروح اليوم للمحاكم وتطلع على هذه الدعاوى، هي بسبب يعني مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نتمنى أنه يكون هناك تقنين لهذه القضية، عدم افتعال الإعلانات الطائفية في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بشكل مكثف يعني أكو ناس ما عندهم عقول دي يستخدموا، فهذا الشيء اللي بمضار هواية، يعني سوالف تعبانة وخطافية وهاي هالشيء، وهواية ناس يعني بعدهم صغار بالعمر دي يستخدموا، هذا الشيء غلط. يعد العراق من البلدان التي لم تصل حتى الآن إلى حرية الصحافة والتعبير بمعاييرها الدولية المعروفة وبمفهومها الغربي. الذي يوجد في العراق هو تعددية لوسائل الإعلام تعكس التعددية الحزبية والعرقية والدينية، ولا تعمل هذه الوسائل بحرية كاملة، وإنما تواجه في العراق مضايقات من الأطراف السياسية في المشهد السياسي العراقي المرتبك الذي لا زال بعيدا عن الاستقرار، ويعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما الإقليمية منها، مما جعل الصحفي يخاطر أحيانا بحياته وربما بحياة عائلته إذا غامر في كشف بعض الحقائق فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري المتفشي. حيث قتل في العراق حتى الآن أكثر من 700 صحفي منذ عام 2003، مما سبب في انحسار كبير للتواجد الإعلامي الدولي على صعيد الصحفيين الأجانب بسبب المخاوف من خطورة العمل في بيئة غير مستقرة أمنيا. وفيما يخص الحرية العامة للتعبير والصحافة، فالنظام السياسي في العراق قد أقر ضمن دستوره الذي كفله في المادة 36، أولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. وبالرغم من هذه الحرية التي كفلها الدستور، لكن الصحفيين العراقيين يواجهون مصاعب حقيقية من أجل تأمين تغطية إعلامية موضوعية وحيادية. فهناك تقييد لعمل المؤسسات الإعلامية ومحاولة لإبعاد الصحفيين بالإكراه عن متابعة الحدث من جهات عديدة، منها حكومية تعمل تحت لافتة حماية البلاد من الخطاب الإعلامي الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويفتت وحدة أطيافه وأعراقه المختلفة. إذ قامت هيئة الإعلام والاتصالات، وهي هيئة حكومية، بتعليق عمل بعض القنوات الفضائية العراقية وغلق أخرى تحت هذه الذريعة أو تلك. كما نص الدستور على حرية كاملة ومطلقة للصحافة بوصفها جزءا أساسيا من حرية التعبير، لكن هذا النص الدستوري الذي أقر عام 2005 لم يترجم إلى تشريع، والقانون الوحيد الذي أقر هو قانون حماية الصحفيين العراقيين في عام 2011، الذي تنص مادته الرابعة، أولا للصحفيين حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصاءات غير المحظورة من مصادرها المختلفة، وله الحق في نشرها بحدود القانون. وقد اعترض صحفيون كثيرون وناشطون في المجال الإعلامي على هذه المادة، وعدوها انتهاكا لحرية التعبير بصورة عامة. وامتد اعتراضهم أيضا إلى المادة السادسة من القانون نفسه، التي نصت أولا منها أنه للصحفيين حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، وعلى الجهة المعنية تمكينهم من الاطلاع عليها والاستفادة منها، ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا في النظام العام ويخالف أحكام القانون، متهمين هذه المادة بأنها لا تسمح بحرية كاملة للإعلام، فهي تمنع أي معلومات تنشر عن الفساد الإداري والمالي، بل وتحاكم الصحفيين
وفقا لمواد التشهير الجنائي من قانون العقوبات العراقي. أما المادة سابعا من القانون نفسه التي جاء فيها أنه لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفيين إلا بحدود القانون، فأكد المعترضون على القانون أنها مادة تجيز مصادرة المعدات لشتى الأسباب. وكذلك الحال بالنسبة للمادة ثامنا التي نصت على أنه لا يجوز مساءلة صحفي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفية، وأن لا يكون ذلك سببا للإضرار بهم ما لم يكن فعله مخالفا للقانون. وأجمع المعترضون على أن هذه المادة لا توفر أي حماية للصحفيين، لأن أي ممارسة لعمل صحفي حر هو مخالفة للقوانين. ويضاف لهذه القوانين أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم 14 لعام 2003، وهو يخص النشاط الإعلامي المحظور الذي منح الصلاحية لرئيس الوزراء بغلق أي وسيلة إعلامية ومصادرة معداتها وأموالها، بل وسجن العاملين فيها. لموقع التواصل الاجتماعي حضور متميز في العراق، ولموقع فيسبوك تداول كبير بين العراقيين على مستوى تناول مختلف القضايا، لا سيما منها السياسية، بسبب من فضاء الحرية الذي ينبغي أن تكون فيه الحرية مسؤولة. قرار السلطة القضائية الأخير بعد موقع فيسبوك من وسائل الإعلام كان قرارا لا يحمل الصفة القانونية، كونه ليس بمؤسسة إعلامية مسجلة على وفق القانون العراقي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو موقع أمريكي المنشأ ويقع خارج الاختصاص المكاني للقضاء العراقي، ناهيك عن إمكانيات الاختراق والسرقة لبعض الصفحات التي قد تجعل أصحابها بمواجهة المساءلة القانونية دون وجهة حق. نحن لا نعترض على حق المواطن في الحماية من أي مظاهر تشويه لسمعته كالسب والشتم والقذف، مثلما لا نعترض أيضا على ضرورة حماية المجتمع من تسلل خطاب الكراهية والتطرف، لكننا نرى من حيث المبدأ أن ذلك يتعارض مع حق الوصول إلى المعلومة والتجاوز على الحريات الإعلامية، فضلا عن خشيتنا من الاستغلال السياسي للقرار بما ينعكس سلبا على التعددية الإعلامية. إذن لابد من وضع ضوابط موضوعية ومهنية ذات أبعاد أخلاقية للمضامين المنشورة، فعند الإقرار بحق الإعلامي بمعرفة كل شيء لابد من التأكيد على أنه ليس من حقه قول أي شيء، بل يجب اختيار المادة الإعلامية بشكل يراعي خصوصية المجتمع وطبيعة مشكلاته. يهيمن على الاقتصاد العراقي القطاع النفطي الذي وفر قرابة 95% من العائدات، فالعراق هو من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك، وبدأت صناعته عام 1925، وبذلك يعد العراق من الدول الغنية، حيث يحتل مخزونه الاحتياطي من النفط المرتبة الثانية بعد السعودية باحتياطي يبلغ قرابة 150 مليار برميل، ويتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي في المناطق الجنوبية بما يقارب 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي ب 12%. وسائل الإعلام العراقية توزع تمويلها ربما على أكثر من مصدر. المصدر الأساسي هي الأحزاب الدينية. الأحزاب الدينية أساسا تمول من دول إقليمية، تحديدا إيران تمول هذه الفضائيات العراقية، وبالتالي هي تمثل هذا الإسلام الذي نسميه الإسلام السياسي، يتوجه ربما إلى طائفة معينة. هناك أيضا حقيقة ربما تمويل آخر من رجال الأعمال العراقيين أصحاب
بنوك وربما أصحاب ثروة طائلة الآن هم يمتلكون الكثير من الفضائيات. هؤلاء أيضا ربما الخطاب الإعلامي اللي يوجهه هو خطاب ربما يوجه عادة للسياسيين بهدف الابتزاز والحصول ربما على بعض المقاولات الكبيرة جدا وبعض المشاريع الكبيرة جدا، وربما أيضا يسعون إلى منصب سياسي. 97% آخر إحصائية هي الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط، لكن هذا الاقتصاد لم يتدخل بشكل عملي في وسائل في توجيه وسائل الإعلام أو تمويل وسائل الإعلام العراقي. أنا أقصد الاقتصاد الوطني هنا طبعا، للأسف هذا غير موجود إلا تجربة الفضائية العراقية أو شبكة الإعلام العراقي، هي الآن أيضا لا تعتمد على موارد ذاتية وإنما تعتمد على الحكومة هي فقط. أما بقية وسائل الإعلام فهي كما أشرت في البداية ذات تمويل مشبوه بمعنى الكلمة، بمعنى أنه لا يخدم التوجه الوطني العراقي. ليس هناك من خط أحمر على امتلاك وسائل الإعلام في العراق على نحو عام، لكن من يتحكم في الأمر واقعيا هو رأس المال الذي ظهرت سطوته واضحة بعد عام 2003، ولا سيما رأس المال السياسي والحزبي والديني، فمن يمتلكون هذه السلطة هم من ينشئون وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وأشكالها. والملحوظة الجديرة بالاهتمام أن معظم المؤسسات الإعلامية التي ظهرت بعد عام 2003 كانت محطات للترويج لمنافع وأغراض فئوية وحزبية وسياسية ودينية، مما جعل خطابها غير مهني، لكن إعلاميين معروفين دخلوا على الوسط الإعلامي وأنشأوا مؤسسات إعلامية تميزت بمهنيتها وحظيت باهتمام الشارع العراقي، على خلاف المؤسسات الأخرى التي أسسها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الإعلام، وكل ما يمتلكونه هو المال والسلطة السياسية أو الحزبية أو الدينية أو الفئوية أو العرقية. سعد البزاز رئيس مجموعة الإعلام المستقل، هو من مواليد محافظة نينوى لعام 1952، إعلامي عراقي ورجل أعمال يعيش في لندن بعد أن غادر العراق في عام 1992 إثر خلافه مع النظام السابق الذي تقلد فيه مناصب إعلامية عديدة، أبرزها نائب عدي صدام حسين حينما كان نقيبا للصحفيين، وأسس في لندن جريدة الزمان المعارضة للنظام، وأسس قناة الشرقية في عام 2004 التي تطورت وتحولت إلى قنوات عديدة. فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، عراقي كردي من مواليد 1942، أسس في عام 1959 دار ابن الشعب للنشر والطباعة والتوزيع، انتخب نائبا لنقيب الصحفيين العراقيين عام 1970، ثم أسس دار المدى للإعلام للثقافة والفنون، ثم أسس دار المدى للإعلام والثقافة والفنون عام 1983 في دمشق بوصفها مؤسسة ثقافية عربية. ومؤسسته الإعلامية تمتلك حاليا محطة إذاعية وقناة فضائية وصحيفة يومية واسعة الانتشار تحمل جميعها اسم المدى. عون حسين الخشلوق رئيس مجموعة البغدادية الإعلامية، رجل أعمال عراقي، ولد في مدينة قلعة سكر في عام 1961 في محافظة ذي قار، غادر العراق عام 1979 وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية. أسس مجموعة الخشلوق الاستثمارية التجارية التي تعمل في أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا وأفريقيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وهو يملك الآن قناة البغدادية الفضائية التي تعد واحدة من أهم القنوات العراقية الفضائية. نور المالكي
سياسي عراقي حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل. غادر العراق بعدما أصدر النظام السابق قرارا حضر بموجبه حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، ثم لجأ إلى سوريا، وبعد احتلال العراق في عام 2003 أصبح رئيس الوزراء عام 2006 وهو يشرف على قناة آفاق الفضائية. عمار عبد العزيز محسن الحكيم سياسي ورجل دين عراقي، ولد في عام 1971، حفيد المرجع الديني محسن الحكيم المرجع الشيعي في العراق. غادر العراق عام 1979 برفقة والده ودرس بإحدى ثانويات العاصمة الإيرانية طهران، ثم أكمل دراسته الجامعية في مدينة قم وحصل على شهادة القانون، وهو يشرف بشكل مباشر على قناة الفرات الفضائية التي تعد من القنوات الفضائية العراقية البارزة. علي عاصم الجنابي رئيس مجموعة إدارة مؤسسة الرشيد للخدمات الإعلامية، ولد في بغداد عام 1964، يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد. شقيق سعد عاصم الجنابي السياسي المعروف ورئيس التجمع الجمهوري العراقي الذي يدير شركات تجارية عديدة، وهو المؤسس الحقيقي لإدارة مؤسسة الرشيد. هذه المؤسسة التي تضم قناة الرشيد الفضائية التي تأسست في 1 كانون من عام 2009، فضلا عن إذاعات الرشيد في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وكركوك. أنا منذ صغر حبي للإعلام، كنت أتمنى أن أدخل في إحدى المؤسسات الإعلامية. أيضا هناك قضايا وطنية يعاني منها الشعب العراقي، تمنيت أن أوصلها من خلال الإعلام. الصحافة والإعلام هي هواية، وما يدخلها شخص يحاول أن تكون إلى فد مدخل مال أو ممكن أن يمتهن هاي المهنة حتى يسد فد فراغ. وأنا طفل أجلس أمام المرآة أتحدث مع نفسي على اعتبار أني مقدم برامج، وكانت الابتسامة ترتسم على وجه والدي الأستاذ الدكتور مظفر مندوب رحمه الله، وقال لي أخي إنك مجنون، فابتسم والدي ورد عليه قال إنه ليس مجنون لكن في يوم من الأيام سيكون إعلامي. رغبة أنه أني أدعم بالإعلام أو بالسلك الإعلامي أو أطلع بالتلفزيون أكون مقدمة برامج، قدمت على قناة العراقية بالبداية كمحررة أخبار، فاحتضنني المدير محمد عبد الجبار الشبوط وقف وياي. بداية كانت رغبتي في الإعلام منذ قبل دخولي لكلية الإعلام، وبعدها تدربت في أحد القنوات الفضائية وهي قناة الرشيد الفضائية. كثيرون يتساءلون كيف يمكن أن نصبح صحفيين. أن تصبح صحفياً لابد أن تمتلك 3 مفاتيح. المفتاح الأول هي الموهبة، والمفتاح الثاني التأهيل الأكاديمي الذي يؤهلك لممارسة المهنة، أما المفتاح الثالث والأهم فهو أن تحب المهنة وأن تجتهد في التعبير عن هموم مجتمعك، فأنت عضو في هذا المجتمع والصحفي مرآة المجتمع. قد تكون الصحافة مهنة البحث عن المتاعب لكنها لذيذة، وتعبها يزول بمجرد أن تعبر بشكل صحيح عن الرسالة التي تريد إيصالها إلى الآخرين. نقابة الصحفيين العراقيين هي مسؤولة عن كل الصحفيين بالعراق الذين يعملون في المؤسسات الإعلامية، قنوات فضائية، إذاعات، وكالات أنباء، صحف، إضافة إلى الدوريات. لذلك
عمل الصحفيين في هذه المؤسسات وفي الواقع الميداني يحتاج إلى من يحمي هؤلاء الصحفيين، يحتاج إلى من يقوم بورش عمل وتدريب وتأهيل للصحفيين. شروط الانضمام للنقابة هي شروط النقابة نقابة محترفين وليس نقابة هواة. يجب أن يكون صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية على ملاكها ومعتمد لدى النقابة ويخضع لاختبار مباشر. أيضا الصحفيين الذين يعملون كفريلانس في نظام القطعة أو الصحفي المتجول يقبل في النقابة شرط أن يجتاز الاختبار التحريري والاختبار العملي في النقابة، المصور، المراسل، المحرر، سكرتير التحرير، رئيس التحرير، يعني الذي يعمل في المجال الصحفي العام. والنقابة لها دور أيضا ليس على مستوى العراق، هي الآن ترأس اتحاد الصحفيين العرب الذي يضم 21 دولة عربية وعضو في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للصحفيين الذي مقرها بروكسل ويضم ما يقرب من 1,000,000 صحفي وما يقرب من 140 دولة مشاركة في هذا الاتحاد. النقابة لها تأثير وتعتبر في البلد هي السلطة الرابعة الحقيقية توازي السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. العراق هو البلد الأكثر شهداء في العالم، أعطينا ضحايا ربما حتى في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، لم يسقط صحفيين شهداء ضحايا مثل العدد الذي أعطيناه منذ عام 2003 لغاية الآن. لغاية الآن أكثر من 420 صحفي قتل في العراق على أيدي الإرهاب، أيدي المسلحين، التفجيرات الإرهابية وحتى القوات الأمريكية. آخرون قتلوا على أيدي الإرهابيين والمسلحين والتفجيرات التي تحدث في البلد. يتنوع الناس باستخدامهم للوسائل منها الإلكترونية ومنها التقليدية، ما هي الوسيلة التي تفضلها؟ الجوال؟ الآيباد؟ اللابتوب؟ أم الوسائل الأخرى؟ ولماذا؟ هي إلكترونية طبعاً أكيد. أكيد بهذا الوقت إحنا يعني نفضل إنه الإعلام الإلكتروني. الإلكتروني مثل الموبايل يعني أستخدم. الإلكتروني أيضاً الموبايل أستخدم أكثر شيء. أكيد وسائل الإعلام الإلكترونية لأنه أسرع يعني بالاستخدام وأسرع للوصول للمعلومات. لأن صار هذا كل شيء بمتناول أيدينا، يعني مثلاً التليفون كل شيء نقدر نوصل بيه لكل شيء، حتى الجرايد والتلفزيون والإذاعات كلها سوت عليه ويب سايت على الإنترنت. سايد بالمجتمع مالتنا الإعلام الإلكتروني يعني طغى على الكل. الإلكتروني مثل الموبايل يعني أستخدمه لأنه يعني دائماً وياي 24 ساعة. وسهل أوصل لأي معلومة أريدها. طبعاً الصحافة التقليدية من ضمنها التلفزيون اللي هو الأساس والإذاعة بعدين والجريدة ثالثاً. التقليدية إنه هي تكون أكثر مصداقية وما تكون يعني بها يعني صحيح أكو بعض القنوات إنه صار إشاعات وشغلات كذب، بس إنه يعني شغلة عامة إنه يعني التقليدية إنه بها مصداقية أكثر. مصدر موثوق، يعني من ينقل لك الخبر ينقله عن الوزارة الفلانية أو عن المسؤول الفلاني ويتحمل مسؤولية نقل هذا الخبر. العراق حال الدول العالم اليوم يتعامل مع التكنولوجيا أول بأول. اليوم الأجهزة والبنى التحتية تساعد المواطن على كيف يمكن أن يستخدمها بشكل يسر وسهولة، وصغر الأجهزة التكنولوجية ساعدت على هذا التنوع. زيادة عدد الأجهزة التكنولوجية بيد هؤلاء من 10 إلى 40 سنة أو إلى 50 سنة جعلهم يتعاملون مع الإعلام الإلكتروني، ولذلك اليوم 80% من المتلقين العراقيين يستخدمون وسائل الإعلام الإلكترونية بسبب استخدامهم للأجهزة المتاحة أمامهم، آيفون، جالكسي، آيباد وغير ذلك، وتوفر الإنترنت من شركات الاتصالات شجع على أن تكون الإنترنت هي الوسيلة الأولى المفضلة باستخدام الإعلام لدى المتلقين العراقيين. ساعد ذلك وجود صعوبات في وسائل الإعلام العراقية. اليوم الصحافة العراقية تعاني، الصحافة العراقية اختفت منها صحف وتوقف الصحف وضعف الصحف والتمويل
قال كلمته الفصل في مستقبل الصحافة العراقية، وقلت صحف، قلت صفحات، وبالتالي ضعفت الصحافة العراقية أمام ازدياد عدد المتلقين. اليوم أعلى جريدة في العراق لا تطبع أكثر من 7000 نسخة، هذا في الماكسيموم، يعني جريدة أو جريدتين أو بحدود أصابع اليد، بقية الصحف لا تتراوح بين 3000 إلى 1000. مجموع النسخ كلها ما تصل إلى 100,000 نسخة ورقية يوميا تطبع. 100,000 إذا ضربناها في الحد الأعلى للمنظمات الدولية في 5، هو المتعمل عليه 3 في 5، فهم 500,000، 500,000 نصف مليون نسخة ورقية، كيف يمكن أن تؤثر في رأي عام عراقي أكثر من 30 مليون؟ اليوم البديل لهذا الإعلام هو الإعلام الإلكتروني، ولذلك تبوأ الإعلام الإلكتروني المرتبة الأولى في وسائل الإعلام. بعد ذلك تأتي القنوات الفضائية، بعدها تأتي الصحافة الورقية والإذاعات